بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع العلمي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء. درسنا لهذا اليوم هو إكمال لما تناولناه في الفصل الخامس، العوامل المؤثرة في البيئة. تناولنا عامل الضوء والحرارة والرطوبة، وذكرنا بالتفصيل أهمية أو دور كل من هذه العوامل في البيئة. اليوم نكمل بقية العوامل. وصلنا إلى عامل الرياح اللي هو رابعا الرياح. للرياح تأثيرات مختلفة على الكائنات الحية، منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر، بمعنى من خلال تأثيرها على العديد من العوامل البيئية الأخرى في النظام البيئي. فالأثر المباشر واضح على الكائن الحي، لكن الأثر غير مباشر العلاقة بالتأثير على عدد من العوامل البيئية الأخرى في النظام البيئي. وبشكل عام يمكن القول أن هناك تأثيرات إيجابية للرياح وأخرى سلبية، وتتلخص التأثيرات الإيجابية بالآتي: ألف، تؤدي الرياح إلى رفع درجة الحرارة على السفوح الجبلية المغطاة بالثلوج، مما يساعد على ذوبان الثلوج وتوفير المياه التي تدعم نمو الحشائش والنباتات الأخرى في السفوح والوديان. ب، تعمل الرياح على نقل حبوب اللقاح لإكمال عملية التلقيح بين النباتات. جيم، تقوم الرياح بنقل بذور النباتات وانتشارها في مناطق مختلفة. دال، تساعد الرياح في عملية التبخر من سطح التربة وكذلك في عملية النتح للنباتات. وزيادة النتح يساهم في عملية انتقال الماء من الجذور إلى الأعلى خلال النباتات نفسها، كما تساهم الرياح في تقليل حرارة جسم النبات وتزيد من مقاومتها أو من مقاومته للبيئات الحارة. السؤال هنا يتعلق: ما هي التأثيرات الإيجابية للرياح؟ ما هي التأثيرات الإيجابية للرياح؟ أو عدد التأثيرات الإيجابية للرياح، طبعا هنا على الكائنات الحية وعلى البيئة بنفس الوقت. فهي تساهم في رفع درجة الحرارة وإذابة الجليد أو إذابة الثلوج، يساعد على توفير الماء ودعم نمو الحشائش والنباتات في السفوح والوديان. أيضا تعمل على نقل حبوب اللقاح لإكمال عملية التلقيح ونقل بذور النباتات، مما يساهم في انتشارها. وأخيرا تساعد في عملية التبخر من التربة وكذلك في عملية نتح النبات اللي هو إخراج بخار الماء عن طريق الثغور نتيجة الحرارة أو الرياح وغيرها. وزيادة النتح طبعا هنا يساهم في عملية انتقال الماء من الجذور إلى الأعلى خلال النباتات نفسها، وأيضا تساهم في تقليل حرارة جسم النباتات وتزيد من مقاومتها للبيئات الحارة. السؤال اللي بعده: ما هي التأثيرات السلبية للرياح؟ اللي يمكن إجازها طبعا بالآتي: هبوب رياح شديدة يقود إلى إزالة الطبقة السطحية، إزالة الطبقة السطحية العليا من التربة اللي تعتبر غنية بالعناصر المغذية. ب، أضرار، تسبب الرياح الشديدة أضرار ميكانيكية في النباتات، طبعا من خلال كسر بعض أجزاء النباتات وصولا إلى اختلاع الأشجار من جذورها كما يحدث في الأعاصير. وتلاحظون أعزائي بعض الحالات يذاع في نشرات الأخبار أنه أصار الفلاني حدث في المدينة الفلانية وأدى إلى اختلاع الأشجار وتدمير المباني وغيرها. جيم، تتسبب الرياح في تكوين تيارات مائية وأمواج، هذا فيما يخص البيئة المائية في المسطحات المائية المختلفة وبشكل خاص في البحار والمحيطات طبعا. وهذا يمثل عاملا، هنا شنو التأثير السلبي؟ يمثل عاملا يقلل من نمو الأحياء وبشكل خاص النباتات المتواجدة قرب السواحل.
هذا فيما يخص عامل الرياح. ننتقل إلى العامل اللي بعده، الضغط الجوي. ليس للضغط الجوي تأثير مباشر على الأحياء، ليس للضغط الجوي علل، وبالتالي لا يعد عاملا محددا مباشرا للكائنات الحية، أو لا يعد أيضا تعليل بصيغة أخرى، لا يعد الضغط الجوي عاملا محددا مباشرا للكائنات الحية، بمعنى هو أنه عامل محدد غير مباشر، فهنا أنا من أعتبر عامل محدد مباشر، فما إلى تأثير مباشر على الأحياء، وبالتالي لا يعد عاملا محددا مباشرا للكائنات الحية، ولكن دوره يكون بتأثيره على فراغ وفراغ المناخ والطقس، اللي نقدر نعتبرهن عاملين محددين، اللذين يمثلان عاملين محددين للكائنات الحية بشكل مباشر، بمعنى أن المناخ والطقس تأثيره مباشر على الكائنات الحية، لكن الضغط الجوي تأثيره غير مباشر، كونه يساهم في التأثير على المناخ والطقس، وبالتالي المناخ والطقس يؤثران على الكائنات الحية. يزداد الضغط الجوي في البيئة المائية مع زيادة العمق، هاي ملاحظة نقدر نستعملها فراغ، في البيئة المائية مع زيادة العمق، وتستطيع بعض الحيوانات تحمل الضغط الجوي بمديات واسعة. هنا أيضا نقدر نستعمل تعليل، لماذا تتحمل بعض الحيوانات في البيئة المائية الضغط الجوي بمديات واسعة؟ نقدر نعتبره هنا بالبيئة المائية، ونقدر نعتبره بشكل عام أنه بعض الحيوانات تستطيع تحمل الضغط الجوي بمديات واسعة. هنا كون جسمها، وخصوصا إذا كان جسمها لا يحوي هواء أو غازا حرا، لا يحوي هواء أو غازا الحر، لكن بشكل عام الضغط الجوي مثبط لنمو الأحياء، يعني هنا الضغط الجوي عامل سلبي على نمو الأحياء. التربة، العامل الآخر السادس التربة. التربة هي عبارة عن الطبقة السطحية التي تغطي القشرة الأرضية، التي تغطي القشرة الأرضية، والتي تتأثر بالعوامل البيئية المختلفة اللي هي الحرارة والرياح والرطوبة. فهي الطبقة السطحية تغطي، الطبقة السطحية التي تغطي القشرة الأرضية، والتي تتأثر بالعوامل البيئية المختلفة كالحرارة والرياح والرطوبة. ما هي أهمية التربة؟ هنا تعد مكان نمو للأنظمة الجذرية للنباتات، بالإضافة إلى أنها محلا لنمو الحيوانات والأحياء المجهرية كالبكتيريا والفطريات. إحنا ليش نهتم بدراسة التربة اللي هي تعتبر الطبقة السطحية، ولازم نحافظ على العناصر المغذية كونها تركز بها الطبقة السطحية للتربة؟ فهنا نحاول أنه ندرس موضوع التربة كونها الأنظمة الجذرية للنباتات تتواجد فيه، وبالإضافة لنمو الحيوانات والأحياء المجهرية كالبكتيريا والفطريات. تتكون التربة أيضا، هنا السؤال الآخر أنه كيف تتكون التربة؟ من تعرية وتفتيت الصخور، من تعرية وتفتيت الصخور التي تؤدي إلى تغيرات فيزيائية. أكرر، تتكون التربة من تعرية وتفتيت الصخور التي تؤدي إلى تغيرات فيزيائية، التي تؤدي إلى تغيرات فيزيائية، مثل تفتيت الكتل الصخرية إلى أجزاء صغيرة الحجم بفعل عوامل فيزيائية مثل الحرارة والماء والرياح والجليد والجاذبية، أو نتيجة تغيرات كيميائية كعملية الأكسدة والتميئ والكربنة، ونقصد بها أخذ ثنائي أكسيد الكربون. والحامضية اللي يعتبر العامل الثالث هنا من عوامل تكون التربة، حامضية وتفاعلات الأيونات والأملاح المختلفة والمواد العضوية، بالإضافة إلى العامل الأخير اللي هو يلعب النشاط الأحيائي دور مهم في تكوين التربة، أيضا نقدر نستعمله تعليل، دور مهم في تكوين التربة. ليش هنا يلعب النشاط الأحيائي دور مهم؟ كون إذ تتحلل المادة العضوية بفعل المحللات كالبكتيريا والفطريات، طبعا هذا يساهم في دورة العناصر في الطبيعة. أيضا إن من الخواص المهمة للتربة هي تفاعلات محلول التربة، من الخواص المهمة للتربة هي تفاعلات محلول التربة.
ليش هنا تعتبر تفاعلات محلول التربة من الخواص المهمة للتربة؟ قلنا احنا التربة تنمو فيه المجموع الجذري وبالاضافة للبكتيريا والفطريات وحيوانات اخرى. فالنباتات هنا والبكتيريا تتأثر بحامضية او قاعدة التربة. فهنا انا اذا قلت لك علل ان من الخواص المهمة للتربة هي تفاعلات محلول التربة، تجاوب هنا فالنباتات والبكتيريا تتأثر بحامضية وقاعدية التربة، والتربة الحامضية هنا تظهر في مناطق تكون الأمطار الساقطة فيها غزيرة. أيضا هنا نعلل لماذا، لكون أن ذلك يؤدي إلى غسل المواد القاعدية منها. فالتربة الحامضية تظهر في مناطق الأمطار الغزيرة، كون الأمطار الغزيرة تؤدي إلى غسل القاعدية. أما التربة القاعدية فتتكون نتيجة تراكم أملاح كربونات الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. فالتربة القاعدية تتكون يعني هنا المنطقة تكون بها الأمطار قليلة، فتكون التربة القاعدية كون الأمطار تغسل القاعدية. أما التربة القاعدية فتتكون نتيجة تراكم أملاح كربونات الكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم. فهنا عندنا تعريف التربة بالإضافة إلى كيف تتكون التربة. ركز وياي، عوامل فيزيائية رقم واحد، بفعل عوامل فيزيائية. العوامل الفيزيائية نقصد بها الماء والحرارة والرياح والجليد والجاذبية. هاي العوامل الفيزيائية. شو تسوي العوامل الفيزيائية؟ تفتت الكتل الصخرية إلى طبعا الكبيرة إلى أجزاء صغيرة صغيرة الحجم. والعامل الثاني عوامل كيميائية مثل الأكسدة، التميؤ والكربنة اللي نقصد بها الكربنة أخذ ثاني أكسيد الكربون. والعامل الثالث الحامضية وتفاعلات الأيونات والأملاح المختلفة والمواد العضوية. والرابع النشاط الأحيائي. فهنا راح تذكر لي عوامل أربعة تتعلق بتكوين التربة. والخواص المهمة قلنا محلول التربة، في النباتات والبكتيريا تأثر بحامضية وقاعدية، لكن هنا التربة الحامضية وين تتكون؟ بالمناطق الأمطار فيها ساقطة غزيرة، كون ذلك يؤدي إلى غسل القاعدية. والتربة القاعدية تكون نتيجة تراكم أملاح كربونات الكالسيوم والصوديوم. السؤال هنا ما هو أثر النباتات في التربة؟ طبعا الغطاء الخضري جدا مهم للنباتات بشكل عام وللاحتفاظ بخصوبة التربة. فأثر النباتات في التربة، يعد الغطاء الخضري النباتي عاملا مهما وذو تأثيرا كبيرا على زيادة التربة والمحافظة عليها من تأثير عوامل التعريب. هذا أيضا نقدر هنا ما هو أثر النباتات في التربة ونقدر نستعمله تعليل أهمية الغطاء الخضري في المحافظة على زيادة خصوبة التربة. طبعا هنا فهو يحد من عوامل التعريب، فهنا يحد من سرعة الرياح، وبالتالي يحد أو يبقي التربة محتفظة بالمواد العضوية وغير العضوية، بالإضافة إلى المحافظة على كمية الرطوبة فيها. فالغطاء الخضري جدا مهم نعتبره هنا اللي هنا اللي يعبر عن أثر النباتات في التربة من خلال الاحتفاظ برطوبته واحتفاظ بعناصره. الأثر الثاني أثر الحيوانات في التربة. للحيوانات أيضا تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية، فما هي التأثيرات الإيجابية؟ هذا سؤال. وما هي التأثيرات السلبية في التربة للحيوانات؟ على سبيل المثال نجد التأثيرات السلبية. النمل الاستوائي يبني تلالا قد يتجاوز ارتفاع عدة أمتار، وبالتالي يعمل على تخريب مكونات التربة. هذا يعتبر أثر سلبي للحيوانات على التربة. الأثار الإيجابية، عندنا دودة الأرض أو ديدان الأرض وبعض أنواع القوارض تقوم بحفر التربة وتقليبها. طبعا احنا ذكرنا انه حفر التربة وتقليبها يوفر الاكسجين، وبالتالي يساعد على امتصاص العناصر بشكل عام، وبالتالي ايضا تساعد على تفتيت التربة وتهويتها. والغرض من التهوية هو جعل الجذور قادرة على امتصاص العناصر الاولية من التربة، والسماح ايضا والسماح بانسياب الماء بين طبقاتها. طبعا ومن المظاهر الايجابية الاخرى أثر حيوان القندس في تكوين التربة الصالحة. طبعا هنا عمله يقوم بقطع سيقان النباتات الخشبية واستعمالها في حجز الأنهار، وبذلك يعمل على ترسيب هنا ترسيب كميات كبيرة من التربة المنجرفة مع مياه الأنهار. هاي أيضا جدا مهمة ركز عليها، ويؤدي ذلك إلى تكوين تربة صالحة لنمو النباتات والحيوانات التي تعيش على النباتات فالنباتات تعيد إلى التربة ما فقدته من أملاح
طبعا الحيوانات هنا التي تعيش على النباتات تعيد إلى التربة ما فقدته من أملاح معدنية عن طريق فضلاتها وتحلل أجسامها بعد موتها بفعل المحللات الموجودة في التربة. فالحيوانات ما هو دورها؟ طبعا هذا دور إيجابي، هنا فضلاتها وعناصر أجسامها بعد تحللها يساهم في إعادة العناصر إلى التربة. أيضا دور الحيوانات هذا يعتبر دور إيجابي. صار عندنا كم دور إيجابي؟ قلنا الحيوان القندس اللي هو يبني قطع سيقان النباتات هذا أولا، واستعمالها في حجر النهار وترسيب التربة الصالحة المنجرفة مع مياه النهر، ويد ذلك تكوين تربة صالحة. أيضا الحيوانات التي تعيش في النباتات تعيش على النباتات تعيد إلى التربة ما فقدته من أملاح معدنية عن طريق فضلاتها. فهي النقطة نقدر نعتبرها النقطة الثانية، باعتبار أنه ديدان الأرض هي تعتبر النقطة الثالثة نقدر نستعملها، أو براحتك تقدر ترتب الأثر الإيجابي بحيث يكون ديدان الأرض أولا وعملها ومساعدة التربة، وأثر حيوان القندس ثانيا، وثالثا الحيوانات التي تعيش على النباتات تعيد إلى التربة ما فقدته من أملاح معدنية عن طريق فضلاتها. موفقين أحبائي، بارك الله بكم، ودرسنا القادم إن شاء الله يكون إلكتروني بما متبقي من الفصل الخامس، العوامل طبعا الحرائق الملوحة، وعندنا درجة الأسيديروجيني والغازات والمغذيات آخر الفصل، وإن شاء الله يتضمن ذلك حل أسئلة الفصل. بارك الله بكم.